وها قد حلت العشر الأواخر فبادر ثم بادر ثم بادر وإن قصرت في ثلثيه فانهض وقم وانصب وشد لها المآزر ففيها ليلة يا صاح خير لنا من ألف شهر في الشعائر وفيها ثم فيها ثم فيها لنا ما لا يعد من البشائر فيا سعد الذي قام احتسابا وإيمانا بأن الله غافر فيا سعد الذي قام احتسابا وإيمانا بأن الله غافر. السلام عليكم، كيفكم؟ شو أخباركم؟ معكم مريم شكلي عازم من قناة يوميات مريم. اليوم راح أشرح لكم عن ليلة القدر. ليلة القدر تيجي آخر 10 أيام من رمضان. إحنا منعرفش أي ليلة بتيجي، تعرفوا ليش؟ عشان ندعي في الصلاة والعبادة والأعمال الصالحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. الآية الأولى يعني أننا أنزلنا القرآن في شهر رمضان بليلة القدر. الآية الثانية يعني إحنا شو نعرف شو فضلها لليلة القدر. الآية الثالثة يعني ليلة القدر خير من ألف شهر. الآية الرابعة ربنا بكل الملائكة إنه نزل جبريل معهم. الآية الأخيرة يعني ليلة القدر أمان لحد مطلع الفجر. هنا روح خلف الكواليس. أشوف لكم بفيديو جديد. السلام عليكم، كيفنا لفيديو اليوم؟ لا تنسوا اللايك والشير.